هاي يا حلوين، كيفكن؟ اليوم الفيديو رح يكون عن هيدا الميك اب شايفينه هلا على وجهي. الميك اب هيدا عملته بالسياره، واليوم معنا ضيفه الشرف يلي هي ماي بيست فريند رنا. رح نروح بالسياره ونجرب نحط هيدا الميك اب. رح يصير معنا كثير اشياء على الطريق وكتير رح نتسلى، سو ضروري تحضروا الفيديو للاخر تتشوفوا شو صار معنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي. شو ترجعوا تعملوا؟ رنا تكبس على الجرس، ما تنسوا تكبس على الجرس. منعيد من السبسكرايب، يلا. سو جايز، ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب على الشانل تبعي، تكبسوا على الجرس وتعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. يلا يلا رنا، خلينا نبلش. جايز، اول شيء رح اعمله هو رح شيل الميك اب عن وجهي. كنت بميتينج، كنت عم اتغدى انا ورفيقتي ولايك خبصناها بكتير اشياء. سو جبت معي هون في قطن وفي ميك اب ريموفر، سو رح شيل الميك اب عن وجهي بهالوقت. هاي قد ايه حلو شرفك، قد ايه حلو الواحد يشيل الميك اب. جايز، حاطه الميك اب تبعي بهيدي الميك اب باك، فكل شيء ميك اب موجود هون. رح نبلش بالبرايمر. عم بستعمل برايمر من نيكس اسمه انجل فيب. والله ما بس شو عم بيصير ليك؟ عم بيسوقوا العالم. ايه لك حطيت كثير. كل ما يجي بده يقلع، كل ما بده يمشي بالكاميون تبعه عم يرجع لورا شوي، فانه عم بخوفنا. خلصنا ستيب البرايمر بسلام، ما حدا صار له شيء، بعدنا كثير منيح. كيف بدي اشتغل؟ بلا مرايه بالسياره. كيف بلا مرايه بالسياره؟ هي بلا مرايه وبقوتي ما بتزبط، بلا مرايه بالبيت ما بتزبط، كيف بدها تزبط بلا مرايه وبسياره؟ بصير تشالنج اصلا. بصير كثير، بصير تشالنج مستحيل. جرب. كمباسبل يعني. او ماي جاد، لا عن جد هيدي يمكن نفتنا فيه للي قدامنا. على فكره في كثير اغراض ورا، بس انه ما تهتموا للموضوع، تجاهلوه تماما. رح استعمل 2 كونسيلر، واحد اغمق نكزه وواحد كثير فاتح. بس ما معي البيوتي بلندر، نسيتها بالبيت، معي هيدي السبونج، سو رح جرب اشتغل فيها قد ما فيي. شو بدي اعمل؟ رح اعمل هلا كونتورينج. عم بستعمل فانتي بيوتي كونتورينج ستيك. زحمه الدنيا زحمه، شي هيك ما بعرف شو هي، قديمه كثير. هيك بتكون زحمه الدنيا زحمه. لا هديك غير وحده. شو هي هيدي؟ حلوه يا حلوه. هلا رح ننتقل للباودر. رح ثبت بوجهي رح ثبت وجهي بباودر من ماك. ايه بعده هذا نفس الكاميون، نفس الشاحنه قدامنا، وما كانت تعرف تغير طريقه مثلا. زحمه الدنيا زحمه، ما في، خلص بدي اقولها زحمه انا. وهلا ليكي علي صوتك بس كوني عم تحكي. انا اوكي. شو كنت عم تغني الصبح قلت لكم؟ ذاكرة. عم بستعمل مورفي اسمها فرينمي، مكسورة، كسرت اليوم الصبح، طلع عليها قال كرمال ما مكسورة. فكرتيها مراية؟ ايه انه هي لها مراية بس هي مكسورة هلا، يعني شوفي المراية تبعها وين. بس انا بدي انزل هيك على ستاربكس. انت معي ولا ضدي؟ تأكد انك ما عم بتصوري بغيابة وانه السيارة ماشية وكل شيء. انا معكم مش معي. جايز رنا معكم مش معي، انا البست فريند تبعها، انا صديقتها الانتين، فانه هيدا الشيء لازم نقدره وناخده بعين الاعتبار. انا خايفه هن يزعلوا مني لاني مش معك. لا ما بيزعلوا منك، بدهم ينتقموا مني. عم جرب شو اعمل كرمال اقدر انزل على ستاربكس وما يضحكوا علي العالم وما يقولوا يلك هيدي شكلها. اللي عم جرب اعمله هو عم جرب خلص التان كله يلي هو فاونديشن والبيس كله خلصه مع الهايلايتر، هيك اذا نزلت انه فتح السيت.
هلا بلش التحدي. اوكي رح احط هايلايتر، عم بستعمل باليت خالصه تقريبا، بس عم بستعمل هيدا اللون منه انا كثير بحبه من تارت. بنوصل وحتشربي قهوة. جايزة لساعة بقلها انه بس تحكي علي صوتك تنقدر نسمعك، عم نسمع دغري من الكاميرا. ورنا شو منت بنوصل ومشرب قهوة؟ كيف انا ما سمعت الكاميرا كيف بدها تسمع؟ انا بس بلش بالهايلايتر، ما في نهاية، ما في ليميت، ما في حدود، بضلني يلا لمع بعد شوي لمع بعد شوي. اخر شيء بطلع على الطريق، بطلع بين العالم، بصير يطلع في هيك انه ليه هيك شكلك؟ ليه هيك شكلك؟ بليز خففي. انا انه سوري اكيد لا. اللي رح اعمله هلا رح رش مات فينيش من نيكس كوزماتكس على كل وجهي كرمال اتاكد انه كل شيء يثبت محله، وبنرجع بنكفي العيون وحواجب شفاف وكل شيء باقي. واو. رح اعمل بيكنج لوجهي، رح استعمل لوس باودر. هلا هو منه بيكنج قد منه انه بس كرمال ما ينزل الاي شادو على تحت عيوني وينزعل الدنيا، خصوصي هلا بهالحاله اللي انا فيها. جايز رح نستعمل هيدي الباليت. شو بدي نقي؟ شو بدي احط؟ انت بتنقيلي، نقيلي لون حطه على كل عينه. I will go for the purple. على فكره اللون بيعقد. رح اخذ هلا فرشاية دمج ورح فوت باللون البينك كرمال اقدر ادمج اللون البيربل ويطلع حلو ما يطلع ثقيل. اوه طلع كتير حلو. رنا شوفه اصفر. وين بدي احط الاصفر عليه؟ ما اوريدي ما اجرب احط اصفر، ما بعرف. بدي كان احط اصفر، حط اصفر خلص. رح نحط اصفر بس رح احط اصفر تحت مش فوق، لانه فوق خلص بطل فيه اشتغل. رح اخذ براش صغيره ورح فوت باللون الاصفر. هلا انا الحجه عرفته انه سوري عم نصور ما قادرين نقطع حدا، بدنا نمشي نحن بس ما حدا عم بيقطعنا. رنا مين قال لك انه الاصفر حلو؟ بس ثاقبت اصلا مش عم يزبط. الشمس هي بعيني مش عم بقدر اقشع. يا 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 شو عم بيصير؟ جايدة انا كنت فاكر اللي وراي بعد عنا. هيدي ترند جديدة لازم تتبعوا هيدي الترند. هيدي ترند جديدة مرق باص من حدنا كله عم يطلع. بلا ولا واحد كله مراسون من الشباك يعني. ايه بدك نعمل نهاية الفيديو سوا؟ نعملها سوا بس في لك 7/10. اه بدك تقيميني؟ ايه شو؟ عطيتيني 7/10؟ بس 7/10 is very good. انه 7/10 مين اخذ 10/10؟ انا كتير طموحة بالحياة لدرجة انه اوكي بقبل 7/10 بس بدي اعرف مين اخذ 10/10. شو عامل هيدا الضحك او شو؟ ما بعرف عملنا هيدا الحركة لانه الضحكة الصفراء. ايه الضحكة الصفراء هيدا هي انه فهمنا. اوكي يلا امرقوا. حدا عم بقوس عادي عادي ما في شيء. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو واستفدتوا منه. بعرف يمكن لا ما استفدتوا منه. شو رح يستفيدوا؟ شو استفدتوا؟ بليز قولوا لي لانه انا تحت عينكم انا ما استفدت. سو جايز ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو وتسليتوا معنا، نحن كثير تسلينا وكثير تعبنا بنفس الوقت.
ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي. شو تعملوا؟ تكبسوا على زر الجرس. ايه صح، هيدا اهم شيء، تكبسوا على زر الجرس وتعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات، وبشوفكم بفيديو جديد. باي يا حلوين. باي يا حلوين.